مراكز العزل والحجر في مملكة البحرين ميادين لبطولات الكوادر الصحية التي أثبتت إخلاصها وعطائها لوطنها في مثل هذه الظروف الصعبة. الزميل يحيى العمري زار مركز العزل في مستشفى جد حفص للولادة ووافانا بالتقرير التالي. احنا حاليا متواجدين في مركز جد حفص للولادة، احد اول المراكز اللي فتحتها وزارة الصحة والحملة الوطنية لمكافحة مرض الكورونا المستجد، كيكون مركز لعزل المرضى اللي تم فحصهم وظهرت نتيجة فحصهم على انهم ايجابيين وانهم حاملين لمرض الكورونا. القدرة الاستيعابية طبعا لمركز جد حفص حاليا كانت اساسا في البداية حوالي 50 مريض، وزادت القدرة الاستيعابية الى حوالي 70 مريض على اساس ان نقدر نستقبل عدد اكبر واكثر للمرضى. من ناحيه طريقه عمل في المركز جد حفص حاليا، المرضى طبعا يحولون الينا من مراكز الفحص المختلفه حوالي في مختلف المملكه، من المطار فرضا الى ارض المعارض او مركز البحرين الدولي للمعارض. فعدد الاطباء المتواجدين في المركز في الفتره الصباحيه حوالي 15 الى 18 طبيب، يتواجد منهم ثلاثه الفتره المسائيه بحيث ان يواصلون عملهم بعد انتهاء الفتره الصباحيه الى اليوم الثاني. طبعا العمل مستمر 24 ساعة في طول فترات السنة. طبعا المركز بدأ عمله تقريبا في بداية شهر مارس ومواصل الحين طبعا مع دخول شهر رمضان، العمل ما يتوقف سواء فترة الفطور أو فترة السحور. طبعا احنا حاليا فترة السحور وعندنا حوالي 8 مرضى توهم محولين من مراكز الفحص المختلفة، انزين سوى لهم الإجراءات الوقائية حتى على الرغم وجودهم وتواجدهم في فترة السحور. دورنا كممرضة في الجانب الإداري أن أستقبل الحالات المرضى من الجهات المعنية ونصنفهم في الأجنحة على حسب حالاتهم على حسب احتياجاتهم، وأكون متواصلة مع الجهات المعنية بين كل فترة في الشفت مالي أعطيهم أبديت عن المرضى. جاهزية طبية كبيرة وكفاءات وطنية احترافية وإجراءات أثبتت نجاعتها أمام العالم في الحفاظ على سلامة المواطن والمقيم على أرض مملكة البحرين. لو تحدثنا عن الآلية اللي يتم اتباعها في التعامل مع المصابين بفيروس كورونا اللي يتم إصابهم إلى هذه المرحلة. نعم، أول ما نستلم المريض طبعاً يتم تقييم حالته من اللي هو مثل ما نقول العلامات الحيوية والأعراض اللي عنده، وطبعاً أول ما يتشخص المريض ويتم إدخال إلى المركز يتم فحصه، وإحنا كتمريض مو بس مهنتنا أن نعالج المريض، طبعاً لازم نوفر له الدعم النفسي والمعنوي، لأن تعرف أن حالياً مع الإعلام المريض يبي أي معلومة أو أي شيء أنه يبين لنا حالته شنو. فاحنا دورنا كناس مؤهلين مثقفين لازم ان ننور المريض ونفهمه عن حالته وشنو الاشياء اللي لازم يتجنبها او ان الامور اللي لازم يتبعها حق انه هو يتجاوز هذه الازمه. طبعا فنحاول قد ما نقدر ان نلبي جميع احتياجاته نفس ما قلت لك. بالنسبه لبعض المرضى يكون عندهم الخوف بسبب الاخبار اللي يقرونها او المعلومات اللي وصل عن وسائل الواتساب، فهذه الامور جدا تاثر في نفسيه المريض. فدورنا كطاقم طبي ان ناكد على المريض ونحاول ان نطمنه قد ما نقدر عشان انه يكون مرتاح نفسيا في فتره وجوده في الحجر، لان وجودك في الحجر شيء مو سهل طبعا، انه بتكون بروحك معزول عن العالم الخارجي، الاوارم اللي تدش عليك طبعا ما تقدر تشوف وجوهها. احنا كتمريض دورنا مع المريض يكون انه بيد سايد، يعني يكون بالقرب من المريض، فقد ما نقدر نحاول ان نطمنه ونخليه انه يكون في حاله نفسيه مستقره عشان يتجاوز هالازمه.